مساء الخير مشاهدينا الكرام، كما عودناكم حصتكم غير فوتو. الجزائر بصفة عامة يعني مضياف يكرم الضيف الأجنبي وي. وبالعامية نقولوا خبز الدار ياكلوا البراني. لمسي وصافي برسك 23 زون لو ديرني تيت سيتي اون 96 معاك. دونك اسكو من 96 لهنايا اسكو لو بروبليم راه في المدربين؟ ماركيت بيت واحد ومن بعد رحت لكرة السلة. انا كان واحد صحفي تبع لي اشياء وجا ولده وما شديتهالهش. دونك سي يفو كي سوا بروفيسيونيل. ولعبت درت مشواري الرياضي كله كيما يقولوا بعين وحده وعمري ما كان مشكلت لي اشكال يعني من ناحيه الممارسه. جوار ثاني عندهم ضغوطات ضغوطات من دي بيرسون لي جو يزيكزيج عليهم يعطوهم الدراهم. بحر الغامق مدد رجال ونسوان شابات وشبان صبيات وصبيان. وانا نعاود نولي نشكر هاد الناس في التدخل تاعهم. اولاد عمتي هذا الهاشمي الله يرحمه. انا عملت مع جمال بالماضي يعني في الدوري القطري 10 سنوات، اعتقد بانه هذا انسب مدرب للفريق الوطني اذا ترك له مجال من اجل ان يعمل. من الصعب لما نكونوا نتكلموا ما بيناتنا واش درتوا مولوديا؟ داروا المشوار تاعهم تقريبا كله في مولودية الجزائر. من الأشياء أو المميزة في جمال بالماضي أنه كان ناصح أمين جداً.